خلينا نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. أسألها كمان سؤال حلقتنا. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصين في كل مكان. اهلا بيك. قولي ايه موضوع، ايه اخبار بقى الصحاب معاك؟ هو بصي يعني انا يمكن طبعا عندي اصدقاء كتير ومعارف كتير قوي على مدار حياتي كلها، لكن انا كنت دايما بقول في جمله كان الكاتب الراحل احمد خالد توفيق بيقولها، ان كنت اتمنى ان يكون اصدقائي على يعني بيتعاملوا، اتمناهم يكونوا زيك كصديق. يعني اوقات كتير قوي بتمر مواقف بتكتشف ان مش كل الاصدقاء بتكون جدعان او كويسين، المواقف كاشفه يعني. اكيد. ويمكن انا بقول دايما ان الصديق مش بالعشره بالسنين الطويله قوي، بس الصديق هو موقف كمان في الشده غير في الازمه غير في الفرح، يعني مش اللمه اللي بتبقى موجوده معاك وقت فرحك، بس لما بتكون في وقت شده بقى فين اللمه دي بتدور عليها. فصديق طبعا يعني اهم حاجه في الدنيا كلها، لما الواحد كده بيلاقي حد يسمعه ويفهمه ويتكلم معاه براحته على سجيته، لما بتلاقيه واقف جنبك في كل مكان او كل مناسبه او كل ازمه بتمر بيها بيسال عليك دايما، مفيش اي مشكله ما بينكم، ولو هو حتى في حاجه ما بينكم ما بينها بمصلحه بيبديك عليه، ده لازم صديق تمسك فيه كده بايديك وبسنانك زي ما بنقول، ان حد يقعد يسمعك ويفهمك ويبقى مقدرك كويس قوي وبيرد غيبتك، يعني كمان دي اهم حاجه. يعني بنشوف اصدقاء كتير ممكن بنعتبرهم اصدقاء، لكن هم لما حد بيجيب في سيرتنا من ظهرنا بالعكس هو بيكون ما بيردش، لكن رد الغيبه دي اهم حاجه. بحس ان ده الصديق الجدع بجد اللي يستاهل يكون معاك طول عمرك، ويستاهل يكون كتفك بكتفه وتشيله ويشيلك طول العمر. واتمنى ان احنا كلنا نخلي اولادنا كمان عندهم صداقات زي دي تفضل مستمره معاهم، لان الصديق ده حاجه كويسه جدا بتساعد الانسان بان هو يكون عنده حد بيسمعه بيفهمه، مش لازم من جوه عيلتك، ممكن يكون صديق من بعيد شويه، لكن بيقدر ان هو ينصحك النصيحه المهمه جدا في حياتك، بيقدر يكون امين معاك في كل حاجه، وزي ما بقول تاني وهرجع واقولها بيرد غيبتك في ظهرك.